يعني على طول لم اقتنع بالادلاء سياده الوزير اسامه هيكل والكلام في البرلمان ده، واتحدثت ايضا عن البيان في 3 نقاط. كانت النقطه الاولى اللي تحدثت عنها ورحت بيها سياده الوزير اسامه هيكل، قلت له سياده كنت زميل في الفصل التشريعي على مدار 4 سنوات، كنت رئيس لجنه الاعلام. قعدنا في تقريبا في الدور الانعقاد الاول قانون سمي بقانون الاعلام الموحد. وصدر هذا القانون وحدثت اشكاليات تشابكات بين الهيئات الثلاثه في مجلس اداره تنظيم الاعلام والهيئتين الوطنيه للصحافه والوطنيه للاعلام. كان نتيجه هذا وعلشان نعدل الخلل ده عملنا 3 قوانين جدد، كل قانون لهيئة مستقلة علشان نفك التشابك ما بين الهيئات الثلاثة والصراعات اللي كانت ما بينهم. وأكدنا في القانونين إن الهيئات الثلاثة مستقلة بحكم الدستور ولا ولاية عليها لأحد. ورغم ذلك فوجئت بإن في التشكيل الوزاري وزارة اسمها وزارة الدولة للإعلام وزارة جديدة، استغربت إنها مش موجودة في القانون، مش موجودة في الدستور، وسيادتك توليت هذه الوزارة. رغم ذلك أنا ساعدته كثيرا لأني شعرت إن هيتحل كثير من مشاكل الإعلام المصري اللي عصرناها سويا وإحنا في هذا البرلمان على مدار 4 سنوات تجاملنا فيه. إلا إن للأسف هذه المشاكل أدراج الرياح، وسيادتك كوزير لم تفعل شيء تجاه هذه المشاكل واللي أنت تعرفها جيدا. سيادة الوزير قال في كلامه في البيان إن إحنا عندنا مشكلة في القمر الصناعي المصري وتداخل من القمر الصناعي الفرنسي، وده نتيجته إن بيحصل إن في قنوات إحنا لغاية النهارده مش عارفين نسيطر عليها. قلت لسيادة الأسامة هيك الكلام ده أنت كنت بتقوله غير 5 سنين وأنت رئيس مجلس الإنتاج الإعلامي، كنت بتقول عارف وواثق ومتأكد إن القمر الصناعي المصري عندنا في مشكلة، لكن جيت وزير وما حلتش المشكلة ولم تتدخل وتحاول حلها. ونتيجه ده النهارده ان المواطن البسيط بيقلب برمود التلفزيون بيشاهد قنوات الشرق والترمذين وغيرها من القنوات المعاديه للدوله المصريه والتلفزيون في الدوله المصريه ولقواتنا المسلحه ولشرطتنا، وبتشوه رموز الدوله وبتنشر اشاعات. وللاسف حتى اليوم لا يستطيع المواطن البسيط التفرقه بين القناه المعاديه للدوله او القناه العربيه. يعني وزاره الدوله الاعلام ما فكرتش انها ما قدرتش تحل المشكله، ما قدرتش تحل مشكله القمر الصناعي. طب حتى استراتيجي بقى استراتيجيه كبيره لتوعيه المواطن البسيط عشان يقدر يفرق ما بين القناه دي والقناه دي، وازاي يقدر يتحكم في الكنترول اللي في ايده ويختار القناه الصح اللي يتفرج عليها اولاده ويقضي عليها اولاده. للاسف ايضا لم تفعل وزاره الدوله للاعلام هذا الدور ولم تقوم به. فمفيش ولا دور قامت به وزاره الدوله للاعلام، مفيش مشكله وزارة الدولة الإعلام حاولت إنها تحلها. كل ما ذكره الوزير أسامة هيكل في بيانه ما هو إلا كلام وأرقام على أرض الواقع لم يتحقق منه شيء ولم نلمس منه أي شيء. تحدث أيضا على مشاكل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، الميزانية المسبيرة أصبحت 40 مليار جنيه. قلت له سيادة الوزير سيادتك لما كنت رئيس لجنة إعلام من سنة ونص سنتين كانت الديون 32 مليار جنيه على مسبيرة، وعملنا جلسة حضرتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وفوجئت في هذه الجلسة لما سألت أنا كنائب المديونية دي إزاي وفين، فوجئت إن حوالي 30 مليار جنيه ديون على وزارات حكومية لصالح مسبيرو. فطلبت الوزيرة ساعتها وقلت لها بنك الاستثمار القومي ده ملك الدولة والوزارات دي ملك الدولة، لو عملتي مقصة تبقى المشكلة اتحلت. فسألت سيادة الوزير أسامة هيكل انت عارف الكلام ده من 2 و3 سنين ناقشناه هنا في المجلس في حضورك، ليه ما ساعدش ان انت تسقط هذه المديونيه عن البيرو وتحاول تحل مشاكل المؤسسات الاعلاميه المملوكه للدوله؟ ليه ما فكرتش ان انت تعقد لقاءات وتحاول تنسى ان انت تحل مشاكل الاعلام المملوك للدوله بشكل او باخر، بدل ما ان احنا بنتهم الاعلام الرسمي المملوك للدوله بان هو بيتعرض لخساره كبيره او عليه دين كبيره. الاعلام الرسمي المملوك للدوله ليس رسالته ابدا المكسب والخساره. الاعلام الرسمي المملوك للدوله له رساله وحيده ومهمه جدا، وهي تشكيل وعي امه وثقافه شعب، مش دوره ابدا المكسب والخساره.
التلفزيون المصري لما بيذيع اي حاجه خاصه باي وزير مش بالقدر، مش بال يعني مش زي اللي مذيعها قناه خاصه. الجورنال الرسمي الاخبار ولا الاهرام ولا الجمهوريه لما بينشر حاجه رسميه لرئيس الدوله او لحد من الحكومه بتاخد مساحه كبيره، مش زي الخبر الصغير اللي بينشر في جورنال خاص. عشان كده انا باكد للمره الثانيه ان الاعلام الرسمي المملوك للدوله مش دوره ابدا المكسب والخساره، ومن الظلم ان نحاسبه على مبدا المكسب والخساره لان له مهمه قوميه كبيره جدا، وهي تشكيل ثقافه شعب ووعي امه، ولا بد ان تسقط عنه كل هذه الديون. اخيرا استاذ احمد عشان ما اطولش على حضرتك، انا قلت للاستاذ اسامه هيكل في تعقيبي على هذا البيان ان هذا بيان كله لم نلمس منه اي شيء، ولم نشعر بدور وزاره الدوله الاعلام اللي انا شخصيا سعدت انها يكون في وزاره، سعدت انها ممكن تحل ولو جزء من المشاكل المتراكمه الكثيره الموجوده في المجتمع في منظومه الاعلام المصري، لكن للاسف الوزاره لم تفعل اي شيء. وكان رايي ومن وجهه نظري، والاستاذ اسامه هو زميل مهنه محترم اقدره واحترمه، كان رايي ان لا جدوى من وجود وزاره اسمها وزاره الدوله الاعلام. لا جدوى. لا جدوى. مش عايزين وزارة الإعلام، ما يعني لأنه عندك ثلاث هيئات، وثلاث هيئات كل هيئة مسؤولة عن لها دور معين. بالضبط، والثلاث قوانين نص على كده، كل هيئة لها دور، والدستور منحها استقلالية، يعني مش من حق وزير الدولة الإعلام إنه يفرض عليهم شيء أو يتناقش معاهم في شيء، لأن الدستور والقانون منحهم استقلالية كاملة. والغريب في الأمر إن الأستاذ أسامة هيكل رص مجموعة من الصلاحيات التي اعتمدها له مجلس الوزراء بالقرار رقم 10 لسنة في يناير 2020. طب يعني فين هي الصلاحيات دي وايه اللي تنفذ منها؟ طب في صلاحيات، طب حتى لما اتكلم عن ان الوزارة هتعمل دورات تدريبية حديثين الاعلاميين بالوزارات، هايل الكلام ده جميل. لا ما تمش. ليه؟ عشان ما فيش ميزانية، او ما فيش، بيقول ان ما فيش ميزانية وما فيش امكانيات. احنا لو وزاره فعلا عندها اراده انها تعمل تدريب حقيقي للمتحدث الاعلامي لكل وزاره، ممكن يتم الكلام ده بكل بساطه، حتى عن طريق الفيديو كونفرنس او طرق من الطرق الجديده للتواصل في زمن كورونا. الدوله كلها بتتحرك، وزاره الاعلام في عصر كورونا هي الوحيده اللي مش عارفه تتحرك. لو كان فعلا التدريب ده على الاقل تم وبشكل استراتيجي كبير، كان اكيد هيفرق كتير. انا لا اقلل من اي متحدث اعلامي لاي وزاره، لكن اظن ان لو كانوا اخذوا مجموعه من التدريبات كانت هتفرق الامور كتير جدا. سيادة النائب تامر عبد القادر بشكرك شكرا جزيلا. سيادة النائب رجع لنا مره تانية نادر مصطفى، برجع لحضرتك مره تانية، اهلا بحضرتك سيادة النائب.